تعالوا نشوف الخطوات اللي اقدر اعمل بيها رسمة العين وتجعيد حوالين العين في الجفن اللي فوق والجفن اللي تحت. بس قبل ما اخد الخطوة دي لازم اتأكد كويس قوي ان انا خلصت الظل والنور اللي موجود على الجفن اللي فوق وكمان الجفن اللي تحت. عشان اكون ظبطت الخطوات بتاعتي واكون خلصت التظليل، عملت الغامق والفاتح بالبارز والغائر في الجفن اللي فوق والجفن اللي تحت، لان بعد خطوة التجعيد انا هبدأ اشتغل على الرموش. اول حاجة خالص لازم يكون في ايدي فرشة ناعمة زي دي. اول حاجة هبدأ استخدمها اني هستخدم استيكة. الاستيكة دي بيكون شكلها زي ما انتم شايفين رفيعة، بقصها بالكتر عشان دايما يكون سنها حاد، اوكي. وببدأ اعمل التجاعيد دي، ببدأ اعمل الخطوط والملمس بتاع الجلد بتاعي، ببدأ اعمل بيها الفاتح او اللمعان والحاجات الملمس بتاعت الجلد بتاعي عادي جدا. لو في تجاعيد اكتر ببدا ازودها او اكبر شويه بخليها فاتحه قوي، ولو التجاعيد خفيفه ببدا اخليها تكون بسيطه، يعني الابيض بتاعها بسيط ما بمسحش كتير من التظليل اللي انا عملته، اوكي. بعد كده اول باول بعدي بالفرشه بحيث ان الابيض اللي انا عملته او اثر التجاعيد دي ما يكونش واضح قوي ولونه ابيض قوي قوي، لان مش كل اماكن في العين او مش كل جلد او كل لقطه بتتاخد للعين بتكون بنفس الفكره دي، يعني مش بتكون ابيض قوي، ممكن مثلا الجفن اللي فوق في النص او عند مدمع العين هي دي الاماكن اللي بيكون فيها ابيض قوي. طيب هبدأ دلوقتي في الجفن اللي تحت واشتغل عليه واحدة واحدة، الاماكن اللي انا محتاجاها تكون ابيض. وزي ما قلتلكم انا بقص الاستيكة بكتر او مشرط، يعني حسب بتسموه ايه، المهم بقصها بحيث ان هي تديني سن رفيع واقدر اخد فعلا خط مظبوط على التظليل اللي انا عملته للجفون بتاعتي. وهبدأ اعمل تاني ملمس الجلد بتاعي من تحت كمان، وبعد كده هعدي عليها بالفرشة لمسات بسيطة خالص عشان اتأكد اني عملت تظليل او شكل التجاعيد يكون مرتب، ما يبقاش تجاعيد اوفر او حد قوي. طيب الكومنت اللي على التجاعيد ان التجاعيد كل ما كانت واضحة الغامق والفاتح بتاعها، بمعنى اصح الجلد غائر قوي وبارز قوي، دي معناها ان الشخص اللي انا برسمه عنده تجاعيد قوية او في مرحلة سن متقدمة، او لو التجاعيد بسيطه خالص فده في مرحله الشباب ممكن اعمل البشره صافيه. بس مبدئيا مفيش بشره صافيه خالص من التجاعيد، كل نوع جلد هتلاقوا عليه ملمس خاص بيه ومعمول بشكل مختلف عن الشكل التاني. طيب المرحله اللي بعد دي اني ببدا اجيب القلم الجل الابيض وببدا اشتغل على الاماكن اللي محتاجه اني اعمل فيها التجاعيد بالقوة اللون الابيض، اوكي. وهبدا اعمل اللمعان اللي موجود عند مدمع العين وجوه مدمع العين، اوكي، واللمعان اللي موجود عند ميه العين عند الجفون، سوري عند دايره العين لان العين والجلد من تحت، الجفن من تحت والجفن كمان من فوق، عشان دي هتكون اخر خطوه خالص هعملها. وبعدها هبدا اشتغل الرموش اللي هي اعلى حاجه موجوده في العين او اكتر حاجه بارزه، فانا مش هحتاج ان انا اشتغل بعدها بعد الرموش احتاج ان انا اعمل حاجه تانية اضافيه باللون ده غير حاجات بسيطه قوي، اني استخدم الجل الابيض في حاجات بسيطه قوي، مثلا لو في لمعه على رمش، الرمش خد لون بيلمع شويه، وده طبعا هيحصل استثنائي وبشكل معين مش هيبقى كده وخلاص. فدي الطريقة اللي احنا بنعمل بيها التجاعيد بتاعة جفون العين اللي فوق واللي تحت، ودي الطريقة اللي انا بأكد بيها. وبرده بعد ما بعمل باللون الابيض برده برجع اشتغل تاني بالفرشة عشان اهدي اكتر، غير الاماكن اللي هي بتكون فيها الابيض قوي قوي دي بس اللي بسيبها زي ما هي، مش بشتغل عليها بالفرشة تاني، اوكي. وبعد كده هبدا اشتغل الرموش، انعكاس الرموش بقى، وابدا اطلع الرموش من الجفون زي ما انا شغاله دلوقتي عادي جدا. ما تنسوش لو استفدتوا من الفيديو تعملوا له شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل الفيديوز اول باول. ما تنسوش ابدا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا كمان الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه، وتعملوا لي كومنت بالحاجات اللي انتوا بتلاقوا فيها مشكله في تظليل البورتري او تظليل العين والتفاصيل اللي فيها. اشوفكم على خير، يومكم كله فن وسعاده، مع السلامه.